أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبه بالخطوة الهامة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق. أشار الاتحاد إلى أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق، وأنها تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وسيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات. وأعرب الاتحاد أيضا عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية التي أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.